ابريل 2013 وموافقة جانب شريف اسمه الله واسره. الله اكبر سيدي، الله اكبر سيدي، الله اكبر سيدي. ورعايا لمفضله المصلحه القضائيه انهيت اليكم انه تاخرت عينكم قائم بمحكمه الدبي حسيمه وعلي. اطلب منكم ان تلتحقوا بالمحكمه المذكوره بمجرد توصلكم بهذا الكتاب والسلام. وزير الحريات مصطفى غنيت. الخميس 27 ربيع الثاني 1434 موافق 27 فبراير 2014 على الساعة 21 دقيقة بعد الزوال بقاعة الجلسات العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصيمة. ونطلب منهم أن يلتحقوا بالهيئة القضائية وأن يأخذوا مقاعدهم من بينها، ونرحب بهم مذكرين إياهم باليمين القانونية التي أدوها والتي تفرض عليهم الحكم بالعدل بين الناس والقيام بمهامهم بوفاء وإخلاص والمحافظة على سر المداولات والسلوك في ذلك كله وزير القاضي النزيه المخلص. ونرجو من الله جلت قدرته أن يوفقه لأداء مهمته بصدق وأمانة وإخلاص، وأن يكونوا في مستوى المسؤولية الجسيمة المرتاد على عاتقهم. وعند حسن ظن القاضي الأول سيدنا المنصور بالله دام له العزوز والتأييد، نأمر السيد كاتب الضبط بتحرير محضر نضمن فيه كل ما راج بهذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة. فليتفضل السادة القضاة إلى جانب الهيئة. الجلسة وندعوكم لحفلة الشهر.